الوحدة الثانية هذا قيب تلبات أين قادنا هنا أو مارتي تي هرين صورة ميني الأسرة قيب تنوح كور رميزة تي هروح التعارف بها التحية والتعارف بريدية سبرسها تنا الأسرة هو قيس قيس قال قبرية مقعية ديسة إيو إيه وح الله استعماله العرض واصل بندك كون ضم حوار صد حبي النقض وانا تي كوبات بلح حوار هاي تنوع صد حوار وخذ على كوي هري الحوار الأول وضع شاكيس كوبات انظر إيه واستمع دقيسه واعدك علي حوار وضع شاكيس وي أو لحية بين علي نكليرا يو عمار لبضع صول حية علي بايري السلام عليكم نبدأ قلي دشين نهاهات عمار بايري وعليكم السلام إذن كنا نبدأ قلي دشين نهاهات علي بايري هذه تاني صورة أسرتي وصور كي قويس كيغا وصور كي قودة دادك بدل كتشرو وحولي وصور كي خير كيغا أما قويس كيغا علي بايري عمار بايري ما شاء الله وما شاء الله يعني وحولي وصور ولكن علي بايري ها عمار بايري من هذا كاسوا أيو كاسوا أيو علي بايري هذا والدي كاسوا أبهي عدنان أيام عيسى ليلى هو مهندس وانا انجينير حقا أقوانت يشقضا عمار بهدين ومن هذه تاسنا وأي صور كبوت المامية وصور هذا قويس كورد مكو سوريني هاي أيو لي تاسنا وأيو ويسو علي هذه والدتي تاسنا وهو يدي سعيدة تنبا مقعد ليلى هي طبيبة وارد اخترى ديادو حقا شقضا يا أقوانت عمار بايري ومن هذا وكاسنا وأيو علي بايري هذا صور كاسنا أخي وولالك عيسى ولكن عيسى ومجيسى عيسى ليلى هو طالب اسقوا ارضي عمار بهدنيري ومن هذه او تاسنا وايو وصور ان نيد علي وحيري هذه اختي تنوا ولا شيء عبل طوبى ليلى هذا هي معلمه يدوى معلمه وهذا كان اسقوا سيدري جدي واووغي وهذه تن جدتي واييدي عمار بايري ما شاء الله مركا امك مخالينا بريا والد والدة أخ أخت إيو جد جد يجدتهم أنت هسين كبرنا وقويس كم مقعيدون لا استعماله